السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس سوف نتحدث عن شيء مهم جدا وهو الريزوليوشن، والشيء الآخر وهو الفريم ريت أو عدد الفريمات في الثانية. أولا الريزوليوشن، سواء بنصور فيديو أو تصوير ستيل ايمجز، في نوعين من الأشهر حاليا. السائد هو الستاندرد، هو 1080. خلينا نرجع بالأساس، كان في التسعينات والثمانينات كان السائد او المشهور في التي في ريزولوشن الاس دي او 360 ارتفاع في عرض 480. في عام 96 اصبح تم ظهور مقياس جديد وهو الاتش دي اللي هو 720 ارتفاع. حتى عام 2011 اصبح الستاندر او المقاس الجديد هو عبارة عن الفول اتش دي وهو 1080 ارتفاع، 1080 في 1920. ده كده اصبح ستاندرد في عام 2011. في بعدها بخمس سنوات تم ظهور الفور كي، ثم الفور كي عبارة عن فول اتش دي متقسمة الى اربعة. اذن الفور كي ضعف الفول اتش دي كجودة فيديو وجودة صور اعلى طبعا. وموجود طبعا بعض الكاميرات زي البلاك ماجيك ديزاين بتصور 6K. حتى الان الفور كي الستاندرد حاليا في سواء كان الانترنت او في التلفزيون هو الفول اتش دي اللي هو 1080 ADB. ده كده بساطة شديدة بالنسبة للريزوليوشن. الفور كي حتى الآن مش ستاندرد، لكن بعض الكاميرات كاميرات كتيرة بتصور نيتف 4K، وبعض الكاميرات الأخرى بتصور 4K وبتعمل كومبرس. ده كده كان بساطة شديدة الريزوليوشن. وطبعا بالمنطق ان كل ما يزيد الريزوليوشن كل ما يكون الديتيل في الصورة او في الفيديو اكبر. ثانيا الفريم ريت، الثانية الواحدة من الفيديو عبارة عن عدد من ستيل ايمجز بتتكرر. الثانية الواحدة ممكن تكون 24، وده السائد في السينما منذ بداية افلام السينما 24. معظم اللي بيصور انترفيو بيصور 24 فريم بير سكند، مش عشان هي اقل او حجم الفيديو اقل، ولكن ده العين تعودت من مشاهدة اي، يعني كل افلام السينما حتى الان بتصور 24 فريم بير سكند. زي قلنا مش عشان ان حجم الفيديو اقل، ولكن بسبب ان كلنا تعودنا على ان الفيديو يكون 24 فريم بير سكند. 24 فريم سكند بيكون في بلور او ما يسمى بالموشن بلور في الفيديو، بينما ال 30 او ال 60 او اكتر من ذلك بعض الكاميرات السوني ومن بعض الكاميرات ما يوافقها من نيكون وكانون بيصوروا 120 فريم سكند. طب ليه نحتاج امتى نحتاج نصور 60 وامتى نصور 24؟ زي ما ذكرنا 24 لو بنصور انترفيو، بنصور وليكن توك هيد، يعني فيديو زي ما انا بتكلم حاليا دلوقتي انا بصور اقل من 24. زي ما احنا شايفين لو انا مثلا حركت كده في موشن بلور، في موشن بلور. ليه؟ لاني انا بصور الريزولوشن اقل من 30 او اقل من 24 او فريم بير سكند اقل من 24. طيب امتى اصور بقى اكتر من 30 او ليكن 60 او 50؟ لو انا بصور سبور او اي ايفنت في اكشن او ميوزك فيديو، فلازم اصور 60 فريم بير سكند، لان اكيد احتاج اعمل سلو موشن. يبقى ببساطة شديد اي فيديو هحتاج اني اعمل له سلو موشن بعد ذلك هصور هذا الفيديو 60 فريم بير سكند. ليه؟ عشان لما اعمل له سلو ابطئه بنسبه وليكن 40% او 30%، او الثانيتين او الثانيه تكون وليكن ثانيتين ونص على حسب، يعني 60 لو خليناها 24 فالثانيه الواحده تكون ثانيتين ونص.
ببساطة خلينا نقسم 30 على 24 أو 60 على 24، هيكون ثانية 2.5. فإذا الثانية الواحدة من 60 فريم بير سكند هتكون ثانيتين ونص، وبذلك فوق الفيديو هيكون أبطأ، مع إنه هيكون أبطأ ولكن هيفضل سموث. غير صحيح نهائي إننا نصور فيديو 24 فريم بير سكند وبعد كده نعمله سلو موشن، ده غير منطقي وهيكون في دروب دي فريم في النص. يبقى إذن الصحيح إننا نصور 60 فريم بير سكند ثم بعد ذلك في الإيديت نخليها سلو موشن. وبعض الكاميرات بتصور أوتوماتيك سلو موشن، بعض الكاميرات بتصور أوتوماتيك تايم لابس. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد، وإلى اللقاء في درس قادم.